نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظيم البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، وذلك بمشاركة 175 فارسا وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية. تتواصل على ملاعب وادي الفروسية فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي يستضيفها الوادي على مدار 3 أيام بمشاركة 175 فارساً وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية، حيث وفرت وزارة الداخلية كافة مقومات النجاح للبطولة. مقاييس ملاعب الوادي العالمية ساهمت في إبراز مهارات الفرسان وسط إشادة منهم بجودة الملاعب والإمكانيات التي يتمتع بها الوادي وإطلالته الساحرة على بحيرة عين الحياة والتي تؤهله لاستضافة كافة بطولات الفروسية محلياً ودولياً. الحقيقة البطولة ناجحة نجاح كبير جدا، والتنظيم اللي تم على أعلى مستوى، وأنا شفت بطولات كتير دولية وخارج مصر. أنا شايف إن إحنا إن لم نكن مثلهم فإحنا أحسن منهم. المجهود اللي اتعمل والدعم اللي تم من وزارة الداخلية ومن وزارة الشباب والرياضة لإنجاح البطولة ودعم محمود ومشكور جدا من جانبنا. This is the first time I'm in Egypt, yes, and it's been really an experience. Also, getting to know the culture and everything, really nice, really warm people. I really, really like this place, this accommodation. It's really, really nice, and the stables look very nice. You have 7 arenas where you can do some flat work with the horses. You have enough space. صراحة البطولة الأراضي كويسة جدا. والاستابلات والبطولة منظمة يعني أكتر من أي بطولة اتعملت قبل كده. السدود كويسة والبوسترز اللي في كل حتة طبعاً شكلها حلوة قوي ويعني بترهل الناس. ترتيبات تنظيمية دقيقة بكافة جوانب الوادي للخروج بالمظهر اللائق بمصر ومكانتها الكبيرة في رياضة الفروسية، وحضور جماهيري من مختلف الفئات للاستمتاع بالأجواء التنافسية. The show is really good. It's well organized, and as well as the hotel. I think I will definitely come back here anytime soon. I don't want to leave, so it's better than I expected. That's for sure. And also, all the people are so good here. They treat us very well. They help us with everything. النهارده كانت البطولة ما شاء الله مجهزة تجهيز عالمي، وكانت يعني مش ناقصة حاجة. المكان نفسه المكان جميل، الملاعب كلها مجهزة تجهيز عالمي. صراحة أنا مبهر باللي صاير يعني. Incredible facility. I think the going in the arena. Your show director has put on an incredible show. People work here and have made so much effort to make this show venue absolutely outstanding. تواصلت المنافسات ليلا ونهارا، خاصة مع وجود منظومة إضاءة متطورة لإضاءة الملاعب ليلا، فضلاً عن توفير اسطبلات لإقامة الخيول وتوفير الرعاية البيطرية لها. كما يضم الوادي فندق خاص لإقامة الفرسان، وهو ما يعطي الفرصة لهم لمزيد من التدريب والاستعداد. البطولة هنا في وادي الفروسية مبهرة، حاجة عظيمة، حاجة تشرف مصر. تنظيم فوق الممتاز، من أوتيل وإيواء خيل وأراضي، ملاعب، سدود، أعداد، الجو العام كله طبعاً كويس جداً، وده ساعدنا ان احنا فعلا نركز ونحقق نتائج الحمد لله. البطوله ما شاء الله حلوه كتير. الفاسيلتي في الاستابل، النادي كله
يعني بينافس بطولات أوروبا. أنا النهاردة جيت أتفرج على البطولة الدولية في وادي الفروسية، بصراحة المكان حلو جدا ومجهز للبطولة وفي ناس كتير جاية من برا. وادي الفروسية إحدى القلاع الرياضية التي هيأتها وطورتها وزارة الداخلية لاحتضان المنافسات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية، خاصة مع حرص الدولة على الارتقاء بهذه الرياضة وتوفير المقومات الإنشائية واللوجستية للنهوض بها. وادي الفروسية إضافة حقيقية لرياضة الفروسية في مصر، خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح ذو مقاييس عالمية وعلى استعداد لاستضافة كافة بطولات الفروسية الدولية. من هنا كان استضافة الوادي للبطولة الدولية لقفز الموانع ليؤكد معه على استعداده الدائم لاستضافة كافة البطولات والعمل على إنجاحه بكل ما يملكه من مقومات تسهم في إنجاح هذه البطولات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.